في إطار عمليات مكافحة الإرهاب شخصاً وضبطت 16 مركبة و168 مولداً كهربائياً و137 مطرقة ضغط و12 جهاز كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 5 أشخاص آخرين وحجز 15 بندقية صيد و78,735 خرطوشة، بالإضافة إلى 37 قنطاراً من مادة التبغ وقرابة 37 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من برج بوعريريج والوادي وبالسكرة وباتنا وتيزي وز وعين قزام. في سياق متصل أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بأزيد من 21,400 لتر بكل من تمراست وتبسة والطارف وسقهراس، فيما تم توقيف 293 مهاجراً بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من جنات وتلمسان وعين صالح وأدرار وبشار وورقله.